ترهبنا التوقيفات، لن ترهبنا الإنذارات، لن ترهبنا الإنذارات، لن ترهبنا التوبيخات، لن ترهبنا التوبيخات. ويا ربي يا غفور، يا ربي يا غفور، هذا أستاذ ولا محقور، هذا أستاذ ولا محقور، وبركة من النفاق، وبركة من النفاق. والموقف ماشي وحده، والموقف ماشي وحده، حنا راس الدلوعه. شوفوا 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 شوفوا. صيدالية المنابر الإعلامية الصامدة والمرابطة لتغطية هذا المعتصم الجزئي الإنذاري الأيام 26 27 28 يونيو 2024. إذن هذا المعتصم يتزامن مع معتصمات أخرى على الصعيد الوطني اللي في بني ملال لمدة 15 يوم، تنديدا بالتوقيفات الجائرة، وكذلك تنديدا بالعقوبات اللي صدرت بحق هذا الموقوفين وقوفات تعسفان بما فيها الانذارات والتوبيخات والتوقيفات لمده اسبوع، وكذلك تمنيه الموقوفين اللي باقين دابا على الصعيد الوطني، باقي ما معروفش المصير ديالهم والمآل ديال هذه المجالس التاديبيه اللي تعقدت شهرين دابا، يعني من 3 ماي وحنا دابا راه في يوليوز، يعني شهرين والقرارات باقا مخبعه في هذه الوزاره ومخبعها وتمارس اسلوب الساديه وطريقه التقطير لهذه العقوبات. زعما كيبغيو يعذبونا للاسف كما كيعذبوا التلاميذ ويعذبوا المواطنين في هذه الحكومه الاجتماعيه اللي كدايب انها حكومه اجتماعيه. كتلاحظوا دابا بان هذه العقوبات بقى مستمره، والاساتذه يعني حتى الناس اللي حضروا لهذه الامتحانات ديال البكالوريا يعني حراسه واقتراحا ومراقبه، يعني الناس سهروا في واحد استحقاق وطني وتلقوا دابا للاسف بقى الاجور ديالهم مجمده. يعني واحد شارك معك في بكالوريا بالمهمات ديالو بالمسؤوليات وبقى الاجره ديالو مجمده، وانت في عيد الاضحى دابا راك شو الغلاء الصاروخي الاسعار ديال عيد الاضحى، يعني من 7000 درهم حتى 12000 درهم حتى 13000 درهم، يعني عمرنا ما سمعنا هذه الاثمنه في الاضاحي، ومع ذلك ما يرحموكش. يعني في عوض كنا كنساينوا منح اللي غتعطى لنا اساتذه ونساء ورجال التعليم كما تعطات الاطر في قطاعات اخرى، كنلقاو للاسف الغلاء مستمر والوزاره ما بغاتش ترجع الحكومه، وباقي نزيدوا لكم في البوطه وغنزيدوا لكم في العيد الكبير وغنزيدوا لكم في جميع المواد، واللي بغى يتفرقع يتفرقع واللي بغى يطرطق يطرطق، حنا ما مسوقينش. اذا للاسف كانت حكومات اخرى فيها النخب السياسيه، النخب اللي كتعرف معنى التواصل مع المواطن، هذه الحكومه للاسف حكومه اللي فيها اغلب الاطر ديالها هما رجال الاعمال، اكيد ولفوا ان اللي كيدبر لهم المهمات اللي عندها علاقه بما هو بشري هو مسؤول في الموارد البشريه، عنده مدير ديال الموارد البشريه ديالو هو اللي كيتكلف ليه بالعمال وبالشغيله ديالو، اذا ما كيتسوقش لهم. نفس الشيء بغاو يديروا معانا دابا، نساو بانهم راه انتقلوا من الشركات ديالهم للمعامل عند المواطن، راه خصك تهبط وتتواصل معاه، قول لينا باي حق تخرق الدستور في الفصل ديالو في الفصل 29، مادام الوزير كيقول لنا بانه ما وقفناش بسبب الاضراب، لماذا في المجالس التاديبيه اول سؤال تطرح علاش درتوا الاضراب؟ يا ودي درتوا الاضراب لحقاش القانون عطاني الحق ندير الاضراب، درت الاضراب لان الدستور عطيني هذا الحق. واش انت ضد الدستور؟ واش انت ضد القانون؟ واش انتم فوق القانون؟ كديروا ما بغيتوا؟ اذا للاسف راه الناس اللي كتعاني في غزه راه كيجيبوا لهم الماكله بالطيارات وكذا وبليكوبتر وكيلوحوها لهم، اما هاد الناس راه توقفوا لهم الاجر ديالهم. لولا التضامن التاريخي ديال الاساتذه والاستاذات الزملاء تاعهم اللي وفروا لهم الاجور لمده 6 شهور متتاليه واجر 100% وكيخلصوا القروض ديالهم البنكيه وكيخلصوا التبعات اللي عندهم كامله، الحمد لله ما احتاجوا حتى حاجه. والتجربه اللي وقعت في طنجره خير مثال، يعني الاساتذه في رمضان داروا افطار جماعي وخداو صالير مضاعفه، يعني الاجر ديالو مضاعف مضروب في جوج باش ما يهبطش الراس، لان هاد المسؤولين كانوا كيظنونا هبطوا لهم الراس وغنجيو نطلبوهم وغادي نجيو نتمسكنوا ونقول لهم راه ندمنا عفاكم عمرنا ما نعاودوا. هادشي ما كانش الحمد لله، الاساتذه باقيين كيناديو بمعركه الكرامه وباقي
باقي كيناديو بالتغييرات الجذريه، لان المطالب الماديه اللي خدينا واحد جزء منها ماشي هي المطالب اللي كانت عندنا كامله. ارتفاع صاروخ الاسعار طلعتي 100%، خصك تزيد الاجور 100% منطقيا. اي حاجه قصتيها زادت، الزيتون اللي كان ب 14 درهم ولا ب 30 درهم، الزبده البلديه كانت ب 40 درهم 80 درهم، الزيت البلديه اللي كانت 30 درهم 100 درهم، عيد الاضحى اللي كان ب 1000 درهم 1500 ولا ب 7000 درهم، الزيت الثمن 400%. وبالتالي راه هاد الزياده ما كتمثل والو، راه كنمشي غير عند انسان في الباديه كيقول لي يا استاذ راه وليت كنتسوق ب 700 درهم عاد كيقدني السوق. قال لي كتشيط لي الخضره وكيشيط لي الديسير، ما بقى حتى حاجه كتشيط في هاد حكومه المغرب الاخضر للاسف. اذا رجوع على الموضوع، نندد اكيد بهذا التماطل وسياسه التقطير ديال العقوبات. الناس كتخبع العقوبات وباقا كتقطر بشويه بشويه، كل مره كيخرجوا شويه الاجور تاع الناس اساتذه بمجمده. حنا مقبلين على الصيف، مقبلين على مجموعه من الامور. اذا الناس للاسف تتحرمك من العيد الاضحى وكتحرمك من رمضان ومن عيد الفطر وكتلدد، هي للاسف تتلدد، كتظن بان داك الشيء اللي دارته مع طلبه في الطب تظن بانه غينجح ليها وغدوز للتعليم. وهادو قطاعات اجتماعيه راكم تكلاسيتو 154 عالميا، يعني مكلاسيين في التعليم 154، هذه خصها دير حاله طوارئ كثار من كورونا ونوقفوا كاملين ونقولوا شنو السبب. صاحبي مكلاسي 121 في التنميه البشريه، وبالتالي واش انتم غديروا معنا الضد؟ حنا بغينا الخير للبلاد، ما تكون ما تلويو لينا دراعنا، حنا هذه بلادنا وكنبغيوها وكناضلوا عليها. وبالتالي راه كنقول لكم كندافعوا على مصلحتنا ومصلحه المتعلم، هذا المتعلم اللي خرجوا امتحانات البكالوريا البارح و بشرنا خيرا صراحه بالتقدم التقني والانفورماتيك وهادشي الاعلاميات، وعندنا وزاره الرقمنه والولات النتيجه كتخرج غير في السيت وبواحد السهوله، الحمد لله فرحنا. ولكن راه ماشي مع 12 الليل، راه لا يعقل انك تخرج نتيجه مع 12 الليل. واش عرفتي شنو 12 الليل؟ يعني هذيك الاسره المغربيه واش غتزغرت؟ واش غتفرح ولدها سمع النتيجه مع الوحده مع الجوج؟ كان ممكن النتيجه تخرج مع 10 الصباح ولا مع 12 النهار، وباقى الناس عايشه. ماشي واحد ناعس وكيسمع واحد كيزغرت وواحد مصدوم. تتنسمعوا حالات تاع انتحار كل مره، كتخرج لنا حالات انتحار في مدينه معينه وما كنتسائلوش على الاسباب وعلى الحلول الممكنه اننا نحدوا من هذه الحالات تاع انتحار تاع التلامذ. اذا نفس الشيء كنقول لكم لانكم ما كتسمعوناش المطالب اللي كنا كنطالبوا بان هذه الامتحانات الوطنيه والاقليميه والجهويه وهاد الفوبيا وهاد الرهاب الاجتماعي اللي درتوه للتلامذ وكديروه حتى الاستاذ للاسف. انتم كتقولوا لي باننا ممكن نوقفوك في اي لحظه، واخا دير 40 سنه ولا دير 30 سنه ولا شحال ما خدمتي، بجرد قلم غنوقفوك. احنا والمزاجيه ديالنا، ولا بغينا نرجعوك نرجعوك وقت ما بغينا. اذا للاسف غادي نضطروا نلجأ للقضاء. اذا 545 استاذ اللي توصلوا بالعقوبات راه غادي يمشيو للقضاء كاملين باش تسحب هذه العقوبات ويتقدم للاعتذار ان شاء الله كما تقدم في الاردن. الاردن تاعهم راه مملكه اردنيه وتقدم لهم الاعتذار وخذوا الاجور زياده تاعهم 100%. ما داروش هذا اللي الذراع وصحه وضد الزهر ديالنا. طحنا مع هذه الحكومه للاسف اللي ما فيهاش ناس سياسيين. كو كانوا ناس اللي قبل صراحه على الاتحاد الشراكي ولا الاستقلال ولا هذاك الشيء ما يتجرؤوش يديروا هذا الشيء، ما يتجرؤوش يزيدوا في البوطه مع عيد الاضحى. الناس راه ما فهمناهمش شنو كيفكروا، ما كيفكروا من صالحهم فقط. انت صاحبي عيد الاضحى على الابواب وزدتي في البوطه طلعتي الثمن، اللي بغى يشرب البحر بحر، ولات الاسر المغربيه كامله زايده عليها 200 درهم حتى 300 درهم غير كبوطه. عندك ثلاثه البوطات اربعه وراه ماشي زايدين، عندك بوطه تاع الحمام وبوطه ديال الطياب وبوطه ديال الفران، انت هادو تحيدهم ليلة، انت هادو المؤشر طالع. وقال لا كما قال السيد قال لك لا بدلتها درتها التعبئه تاع 50 درهم مؤشر طالع. راه شو ما راه يضحكوا علينا دول اخرى. واش هذيك 500 درهم عطيتي في التعميه لا تشري لي حولي تاع 7000 درهم، ولا غادي تمشي تشري لي الرخله والده مسكينه حامله وكتذبحها وتخرج منها الولد في الكرش وتقولوا لنا كتهضروا بالشعبويه؟ احنا نهضروا بالشعبويه افضل من لغه الخشب اللي كتطلعوا تهضروا بها في المنابر في البرلمان، كنسحبنا في شي دوله اخرى. الاضاحي موجوده ما نخرجوا ما نلقاو حتى حاجه، هيانا ما نتساراو. تقولوا لنا الحولي تاع رومانيا اسبانيا موجود، مشيو لقاو 65 درهم الكيلو في الاسواق الممتازه. اذا بالتالي هذه الامور راه كتؤلمنا، راه هنا المصداقيه ما كتبقاش. وبالتالي راه هاد الناس اللي كانوا كيدافعوا عليكم كيقولوا واقيلا وزاره دارت التوقيفات بغات ترجع الهيبه ديالها، راه حتى هما مابقاوش كيدافعوا عليكم، قالوا بان الوزاره تتلدد في تعذيب الاخر، وهذا اللي سماوه الاطباء الساديه. اذا انتم خصكم دي كوتش فعلا، خصكم تمشيو تداووا، خصكم تعالجوا، لانكم كتبغيو تعذبوا نساء ورجال التعليم. وحنا ولينا كنسمعوا الناس باغا تدفع التقاعد النسبي، باقي صغير 30 سنه ديال العمل وباقي فيما يخدم، تيقول لك ما كاينش معامله استاذ صافي. إذا هادشي
اللي بغيتوا توصلوا ليه، واش 3 شهور تاع الاضرابات هذه النتيجه، يوليو الناس يدفعوا تقاعد نسبي وخيره والناس اللي اكفاء خيره الاساتذه ولاو يدفعوا تقاعد نسبي، لان تيقول لك ما كاينش معامله استاذ، وانت هذاك التقاعد وباغي تلعب فيه في هذه الرزنامه الثانيه تخريب صندوق التقاعد اللي غيولي الاستاذ والاستاذه والموظف بصفه عامه يخدم 65 سنه، وكما كنقولها دائما خصو يبقى يدي مع ليكوش وبالعمل ديالو. وتبارك الله الصحه عندنا في المغرب راه هي هذيك، و65 سنه كتشوف سيد ظهرو كيتعوج في 40 سنه عاد تخدموا 65 سنه، وزياده على ذلك انك بغيت تلعب ليه حتى في التقاعد ديالو كان كيفرح به، غتولي تعطيه السميك فاصله 5، يعني يولي يلعب الضامه حتى هو في الشارع ويريح في الجريده حتى هو يلعب مع اصحابو الكارطه. هذا هو المتقاعد المغربي، وتحيه نضاليه للجميع.